طب لما حصل الانفصال بين والدك ووالدتك وانت كبيره ولا انت صغيره؟ كان عندي 10 سنين 10 سنين ونص تقريبا، وكنا كنت انا وهي متكلمين في ده، وكنت انا قايلالك وهي قبليها؟ ناقشنا. عارفه مامي كمان يعني هي حبيبتي ما هياش كبيره قوي، الفرق السن صغير مش كبير، فتحسي ان احنا يعني أصحاب. انا بنتها وهي ام، بس احنا اصحاب. ودي احلى حاجه طبعا، والام الناجحه مع ابنها ومع بنتها لازم تبقى اصحاب. لان في فتره يعني حتى بيقولك في مثل ايه، بيقولك ان كبر ابنك خويه. طبعا مش كده؟ طبعا احنا حاجه واحده، هي ربتنا على كده ان احنا حاجه واحده. الحلو حلو لينا كلنا، الوحش وحش لينا كلنا، وتعودنا ان احنا لما بنفكر في حاجه بنفكر فينا كلنا لان احنا واحد. فاي قرار بنتخذه مهما كان كده بنعمله مع بعض. فببالك حاجه زي كده وفي وقتها، فاحنا كنا متكلمين وكنا شايفين ان ده هيبقى حلو لينا اكتر. كنت بتشوفهم بيتخانقوا مثلا بتاع حاجات كده، كنتوا بتتضايقوا؟ طبعا كان بيبقى فيه شويه خناقات واختلافات والكلام من دوت. وفاكره فيلم بحب السيما؟ طبعا. فاكره الجمله اللي كان فيها ابني بيقول انت ازاي متجوزه راجل زي ده؟ مش عارفه، جمله كتير قوي بيقولوها اطفال. انا في مره في يوم لقيت قلت لها كده فضحكت، نفس اللي انا عملته في السيناريو بتاع هاني فوزي يا حبيبتي. والله بجد طبعا يعني الله يرحمه، يعني طبعا بحبه جدا طبعًا، والاخر يوم احنا كلنا برضو طبعًا اسره واحده. لكن حي ساعات بتبقى ما يقدروش يعيشوا مع بعض، الحياه بتبقى بيسموها ايه، اهدى واكرم طبعا لكل النفسيات انها تبقى، وممكن يفضلوا اصدقاء احسن من طبعا. وكنا أكيد حلو ان الناس تبقى عارفه المصلحه، مش الأنانية، المصلحة للأسرة كلها. طب وهي ما خافتش إنها تاخد مسؤوليتكم لوحدها؟ عشان كده بقولك ست قوية قوي وشجاعة قوي وحقانية قوي، وربنا دايما واقف معاها لأنها حقانية قوي وماشية بما يرضي الله وبالأصول.